فلان الله يرحمه مات، ايش اللي موته؟ ثعبان جاء انتقم منه. وعائلة فلان كلها ماتت، ايش اللي موتهم؟ في الليل هم نايمين جاء ثعبان بخل لهم السم في الاكل عشان يموتوا كلهم عشان ينتقم منهم. وثعبان بيبخ السم في الزير، ثعبان بيرمي نفسه في اللبن عشان يقتل اصحاب البيت، ثعبان بيفكر كيف يقتل، كيف ينتقم من اصحاب البيت. ليش ينتقم منهم؟ لانه قتلوا واحد من الثعابين اللي موجوده في البيت. تخيلوا الكلام ده موجود لغايه الان، انه ثعبان ينتقم، ثعبان يخطط، ثعبان ينفذ. احنا بنتكلم على حيوان، هل معقول انه الحيوان يوصل للدرجه هذه من التفكير، انه يفكر ويخطط وينفذ ويشوف مين اصحاب البيت وكيف ينتقم منهم؟ للاسف الشديد حكايه الانتقام هذه موجوده في عالمنا العربي، موجوده في معظم الثقافات عموما في العالم، وللاسف الشديد ما زلنا بنصدق معظمها. ليه؟ للاسف الشديد عدم العلم بموضوع الثعابين هو اللي بيخلينا نفكر بالحكاية هذه، هو اللي خلينا نعتقد انه الكلام ده صحيح، ما بنفكر فيه نهائيا، بنسمعه وخلاص. بنشوف في القصص، في المجلات، في الجرائد، في الاخبار، انه الثعبان سوى وسوى وسوى وسوى، لكن كم واحد فينا وقف وفكر في الكلام ده؟ هل الكلام ده اللي سمعناه صحيح او لا؟ محتاجين وقفة، محتاجين تفكير، محتاجين نتأكد من صحة أي معلومة نسمعها على الثعابين. الثعبان لا بينتقم ولا بيفكر ولا بيخطط ولا في أي حاجة، الثعبان مجرد حيوان زيه زي أي حيوان آخر. للأسف الشديد، للأسف الشديد بنقول حاجات في حيوان هو منها بريء، وللأسف الناس أو بعض الناس بيسووا أكثر من كده. في قصص كثير سمعناها وشفناها وحضرناها، انه واحد بيقتل افراد اسرته بثعبان، او واحد بينتقم من واحد بيرمي له ثعبان في المنزل، او بيحاول يضره باي طريقه عشان يطفشه من البيت فبيرمي له ثعابين. الناس بيستغلوا جهل الناس فبيستخدموا الثعابين عشان يروجوا للحكايه هذه، او عشان يستغلوا جهل الناس بموضوع الثعابين وعدم معرفتهم. اتمنى من كل واحد انه يوقف عن اي خبر يسمعه، كل حاجة يشوفها، حتى الحاجات اللي نشوفها هل هي صحيحة أو مجرد دراما مضطرين يسووها؟ محتاجين وقفة، محتاجين مجرد تفكير، وتفكير بسيط جدا، هل الكلام ده صحيح أو غير صحيح؟ تحياتي لكم.